السلام عليكم. انا واحد العاملة من ديك الناس ديال الديوانة، كنت خدامة في واحد المعمل في المنطقة الصناعية، يعني ديال الترابو، اسمه ايكوفاتكس. الوقف يوسف اكلود كان معانا الياس زين الدين، نضلهم شي نزاعات تما مع بعضيتهم، يعني انا بالضبط ما عرفاش شنو كاين شنو وقع لهم. المهم نضلهم شي نزاعات بيناتهم، ديك الياس مشى بحالو، ما بقاش تما، رجع الوقف مدير، يعني ما عرفناش حنايا كيفاش غترجع هاد الوقف مدير. من رجع هاد الوقف مدير انه هو ديجا كان كيتعنف بيا وكان كيتحرش بيا، ايام كيقول لي مشي معايا مشي معايا، وداكشي انا ما كنتش كنبغي نمشي معاه، لان انا واحد السيده عندي وليداتي عندي الزوج ديالي، راه ما يمكن ليش انا نخون راجلي على مقابل الفلوس. انا كنخدم بعراقي كنجيب حلال لولادي، يمكن ليش نخون راجلي انا مقابل الفلوس. يعني بقى كيتعنف بيا، ساعه اللي رجع مدير قال لك شنو كاين، عندنا افتتاح، عملوا افتتاح، جاوا الجمارك من الديوانه حضرنا افتتاح، يعني شمن افتتاح، حنا ديجا فاتحين وديجا خدامين مالينا. المهم عملوا الافتتاح، شبرنا مشينا حضرنا الافتتاح، لا غدا جينا نخدمو بحال ديما، جينا نخدمو هو يعيط عليا، خلاهم كاملين عيط عليا، قال لي اجي نهضر معاك. مشيت لعندو قال لي شوف انا دابا رجعت مدير، شنو قلنا؟ واش غتمشي معايا او لا؟ قلت انا قلت له شوف انا واخا نرجع ماشي غير مدير، انا واحد السيده قلت لك مجوجه ومحترمه وعندي وليداتي، ما يمكنليش نمشي معاك. شنو عمل هو؟ حرط عليا الوقافه، هي نجلاء الطرماش، حارطة عليا، طلعت هي عند الحاج يعني باترون محمد الهاروشي، طلعت عنده الإدارة، عمرته عليا، هبط هو الخدامة كاملين واقفين، هبط هو عندي، عيط لي أجي. مشيت عنده قال لي شوف اسمعني غادي تطلع في الرموكة. قلت له علاش غنطلع في الرموكة؟ الرموكة عامرة بالدراري الرجال، يعني انا ما يمكنليش نطلع مع رجال في الرموكة. جا هو قال لي لا غادي تطلع. جيت انا قلت له شوف انا ما يمكنليش نطلع في الرموكة، الرموكة عامرة بالرجال، وديجا حنا كنا كنطلعوا في الرموكة، هذه الخدمة ديالنا، كنت كتجي الرموكة كيعيط لنا هذا يوسف اكلود، صح كيطلعنا في الرموكة، راه بزاف بينا ماشي غير انا بوحديتي. جا الصباط كنطلعوا نهبطوا الصباط، جا الحوايج طرابو كنطلعوا نهبطوا الطرابو، يعني الخدمه ديال الرموكه انا مساسه كنخدم بها. انا كنقول نجيب حلالا ولادي ماشي غير الرموكه، العطاره الزبل حاشا كل نخدم فيه. المهم نجيب الشركه ديالك، شركه ايكوفاتكس في المنطقه الصناعيه. لا شركه اش كدير؟ شنو كيجيبوا طرابو عندهم، يعني الملابس مستعمله، داكشي ديال البال، الملابس مستعمله. المهم جا هو قال لي طلع في الرموكة، جيت انا قلت له انا ما يمكنليش نطلع في الرموكة، واخا حتى الا طلعت في الرموكة انا يوسف اكلود كان كيطلعنا في الكلاك، يعني انا ما نقدرش نطلع في الرموكة، هيدا غنشبر نطلع في الرموكة. جا هو قال لي بهذا الاسلوب هذا بهذه الطريقة هذه، قال لي طلعي هضري طلعي. جيت انا قلت له حشومة عليك، عيب عليك انني نطلع انا فوق ظهرك، وانت واحد السيد كتقول تينا حاج وحاج جيتي، يعني كيفاش انا طلع لي فوق ظهري؟ ما يمكنش. شبرت انا مشيت بحالي، لبست عليا ديك نجلاء الطرماش واقفة حداه، يعني حرطاتو عليا، لبست عليا، طلعت الاداره باش نتشكى، باش نتشكى على راسي، باش نشوف انا كيفاش انا المدير ديال الشركه غادي يعنفني، كيفاش هادي. مشيت انا باش نشكي، طلعت هو طلع من مورايا، جبرني كنهضر مع الحاج ابراهيم، هو اللي مكلف تما معانا. انا اصلا ما كنعرفش شكون مدير شكون مكلف وشكون، ما فهمنا والو، الشركه ديال الفساد ما فهمنا فيها حتى شي حاجه. المهم انا بقى كنشكي الاخر، طلع هو قاز لي مع طهري هيدا، ياك ملي كيفاش من طلعت انا الشركه، ملي طلعت انا الشركه بقى كنشكي الحاج ابراهيم، جا هذا محمد الهاروشي قاز لي مع طهري واحد الطريقه لا ما عنقنيش. المهم قاز واحد الطريقه حتى انا حسيت بالحقره، ما عجبنيش الحال، وانا وحسيده مجوجه، نوع من التحرش. شاف اخر هيدا واحد الشوفه، شاف اخر شبر اخر ما عرفتوش حتى شنو قال له، شبر هبط بحاله هو قال لي دابا شنو خصك؟ قلت له انتينا شنو خصك مني انا؟ يا له فهمني شنو خصك مني انا السيده؟ قلت له تينا، قال لي شنو خصك؟ قلت له تينا شنو خصك مني؟ يا له فهمني شنو خصك مني؟ قلت له راه ما كتحترموش المراه، شنو خصك مني؟ انا واحد العميله عندك خصك تحترمني، عندي مسؤوليه، عندي وليداتي، عندي بنتي مريضه، عندي كريدي ضد الدار، ياك تي نعرفني عندي كريدي ضد الدار، ياك انا عندي كريدي ضد الدار مخرجه 19 مليون من البنكه،
ومني كنخدم كنجيبها حلالا لولادي وكنخلص بها هذه الكريدي ديالي. هما شبروا لي هذه النقطه الضعف هذه وبغاو يتحرشوا بيا كاملين بهم. يعني لا يعقل هذا الشيء، هذا لا يعقل. يعني المراه خصها تكون عندها واحد الكرامه، لا يعقل هذا الشيء. صافي مني بقيت انا كنهضر معاه شبر، هو قال لي واحد هضر معايا بواحد الاسلوب، يلا هبط لي امشي بحالك من الشركه ديالي. جيت انا قلت له اه واخا، الا ما كاين شي اللي غادي يحكمكم انتم هنا راه كاين الامن، ممكن شي هادشي غيبقى هيدا السايبه. وماشي غير انا اللي كنعاني من هادشي هذا، راه عدد النساء كيعانيو من هادشي هذا، وراه عدد من النساء انهم مجوجين ولادهم سبق له داهم معاه، راه عنده الدار في مرتين كيعبي ليلى اللي بغى، اللي قالت له واخا كيديها معاه. وانا ما بغيت له شي، ما نكذبش عليكم، لان انا واحد السيده محترمه وعندي وليداتي وكنخدم على وليداتي. صافي شبرت انا مشيت بحالي، تنيتهم يعيطوا لي، عملت واحد المحاوله انا. كاين شي حالات ضغط عليهم؟ كاين الحالات ما بغاوش تضغط عليهم، كاين الحالات كيعيط لهم كيوقفهم على الخدمه، كيقول لهم اذا ما مشيتوشي معايا ما غادي تخدموش، وكيضطروا انهم مقابل الخدمه ديالهم انهم يمشيو معاه. وكاينين اللي مشاو مجوجين وكاينين اللي مشاو بنات، مقابل انهم يمشيو معاه على حسب ديك الخدمه. يعني كيضغط عليهم، يعني كيستغلهم، كيستغلهم مقابل الخدمه. بغيت تخدم هو هذاك، ما بغيتش تخدم يلا، وكيوقفوا بشحال كيبقاو واقفين في الدار. ومنهم الناس دالميناج، منهم الناس دالميناج، عاود الناس دالميناج حتى كيبكيهم كيعانيوا، حتى كيبقاو يبكيو مساكن الناس دالميناج. عاود شي ما قادرينش يهضروا، ما عرفتش علاش الناس خايفين على السمعه ديالهم، بحال خايفين على السمعه ديالهم، وخايفين انهم يخرجوا من الخدمه، لانهم مهددين، مهددين بالطرد اذا ما مشاوش غيمشيو للزنقه. وحنايا ما عندناش الخدمه في غادي يخدموا هاد الناس اذا مشاو تخرجوا بحالهم. عنده سوابق يعني، واش غادي نقول لك؟ انا بدي سمعت هذاك الشيء اللي قالوا لي، قالوا لي عنده سوابق في هذا التحرش وداك الشيء. واه واه المحكمه؟ لا سوابق في المحكمه. ما نعرف، ما فهمتش انا يعني سوابق في المحكمه. المهم انا توصلت معاهم للمحكمه، انا مشيت عملت شكايه ديالي عند المحامي، مشيت عملت شكايه عند المحامي ديالي، الله يجازيه بالخير، وقف معايا الحبيب حجي في حقوق الانسان، الله يجازيه بالخير. شكايه وتوصلت بها الامن، عيطوا لي قالوا لي اجي عندنا، مشيت عندهم عملوا معايا يعني عملت المحضر ديالي، عيطوا للبنات الشركه حتى هما طلعوا حتى هما دلوا بالادله ديالهم، يعني كاين تحرش ماشي ما كاينش. المهم اعتقلوا نجلاء الطرماش يوسف اكلود، اعتقلوهم واحد ثلاث ايام، ثلاث ايام ثلاث ايام اعتقلوهم هنا في المحكمه الاستئناف. من اعتقلوهم عيطوا لي، عيطوا لي قالوا لي ضروري تحضر، ما معتقلين. شبرت انا مشيت واحد الصباح باش نحضروا داك الشيء. صافي بقيت كنستنى حتى جا وكيل العام، دخلنا لعندو، دخلنا عندو، دخلوا معايا الشهود ديالي، فتح الملف. هو جا هو قال لي دابا في خبرك تينا اتهم هاد السيد هذا بالتحرش وداك الشيء غتمشي للحبس. انا قلت له علاش؟ انا كنهضر على حقي، انا التجأت للامن، شنو غادي نعمل من غير الامن؟ يعني التجأت للامن. جا هو قال لهم انتوما جيتو تشهدوا؟ لا. قالوا له يا حنا جينا نشهدوا. لا. قال لهم انتوما غتمشيو للحبس. هيدا يعني انتوما الضحيه وليتوما متهمين. ديك الساعه صافي هما بقاو كيبكيو داك الشيء واقفين حدايا. جا هو قال لي، قلت له استاذ استاذ، قال لي اه. قلت له شوف انا عانيت، انا مريضه، انا عانيت، انا عندي مشيت عند وصلت حسن عند طبيب نفساني، انا مريضه، انا مني خرجوني هاد الناس وعندي كريدي ومسؤوليه انا عانيت. قال لي راه نشوف، عطيتو ديك الورقه ديالي للطبيب، التقرير الطبي ديالي عطيتو له، ملي عطيتو له شبرو مني قال لي طلع لفوقي حنا ما جايين. صافي طلعنا لفوقي، دخلت انا لواحد البيرو جلست فيه، جا واحد البوليسي عباهم هما، دخلوا عنده هما ديك البيرو ديالو. شويه جا قال لي سير بحالك. صافي خرجت بحالي، ما كنجبر لا يوسف اكلود لا نجلاء الطرماش لا شهود، ما عرفتش شنو كاين. صافي مشيت في حالي للامن، مشيت عند الامن سقسيتهم، قلت لهم زعما انا ما فهمتش شنو كاين. يعني تم الافراج عليهم؟ تم الافراج عليهم، يعني تم الافراج عليهم. انا ما عرفاش شنو بالضبط شنو كاين بلا خباري، انا ما عرفاش، انا غير هبطت ما كنجبرت حتى واحد. مشيت للامن داكشي، جاوا ما قالوا لي شوف اذا رجع الملف ديالك هنايا فهو باقي البحث، اذا ما رجعش الملف ديالك هنايا صافي نشوفوا شنو نعملوا. صافي شويه هيدا انا باقيه تما، ورجع الملف ديالي، رجع الملف ديالي، انا عرفت البحث باقي. صافي مشيت بحالي للدار ديالي، بقيت كنبكي يعني ما عند الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه رجع عنده الملف، مشيت للدار ديالي يعني ما عجبنيش، كان تعميق البحث. اي ما عجبنيش الحال، مشيت للدار ديالي بقيت كنقول زعما كيفاش يعني، واش هاد الناس ما عندهمش اللي يوقفهم على حدهم؟ شنو هذا؟ صافي بقيت جالسه حتى قلت بلاتي نمشي نشوف المحكمه الابتدائيه تطوان، نشوف يعني واش تما المحضر ديالي وتفصلوا به هما، نشوف شنو كاين. مشيت دخلت عند وكيل العام،
توسطوا لي الناس عاود الله يجازيهم بالخير. دخلت عند وكيل العام قلت له شنو كاين؟ جاوا قال لي شنو عمل معاك الباترون الكبير. جيت انا قلت له هذاك بعد ما بان شي مره ما عمل معايا حتى شي حاجه. جا هو قال لي صافي مشي. هو ما استدعاوش في الاول؟ لا هو ما استدعاوش في الاول، هو كان كيهرب وما استدعاوهش. شبر ديك ساعاتك قال لي صافي واخا سير بحالك. صافي مشيت بحالي حتى واحد النهار عيطوا لي قالوا لي اجي البوليس في الشرطه قالوا لي اجي. مشيت لعندهم قلت لهم شنو ما جاوا؟ ما قالوا لي ضروري تمشي للمحكمه الابتدائيه. مشيت للمحكمه الابتدائيه، ملي مشيت للمحكمه الابتدائيه قالوا لي عندكم تقديم. قلت لهم شنو؟ قالوا لي التقديم. هو تشوف التقديم عندكم تما. ملي هبطت انا كان جبار يوسف اكلود محمد الهاروشي نجلاء الطرمش جالسين تما كيستنا. ودخلت انا سقسيت قالوا لي لا اليوم عندكم تقديم. شويه جا المحامي ديالي الحبيب حاجي الله يجازيه بالخير كنشكرو هذا المنبر هذا الصراحه اعظم 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 محامي صراحه، وكيحس بالدرويش وكيحس بالانسان وكيحس بالمراه صراحه. جا وقف معايا حتى وصلتنا النوبه ديالنا. وصلتنا النوبه ديالنا دخلنا عند وكيل العامه دخلنا كاملين بينا. سالتنا وكيل العامه وهذا صافي محامي ديالو محامي ديالي. ملي سالتنا وكيل العامه صافي ديك الساعه هما قالت لي شكون ولي تعنف بك؟ قلت لها هو. شكون تحرش بك؟ قلت لها هذا. قالت لي هذا شكون وقت هذا؟ هذا المدير بالشركه وهذه الوقافه حتى هي نجلاء حتى هو رد وقافه. هي كانت عامله بحالي بحالها ملي رد يعني وقف علينا. مسؤولة مسؤولة علينا هي ردة مسؤولة شافة هي كانت عاملة بحالي بحالها رجعت شافة. صافي قلت لها هي رجعت شافة. ملي رجعت شافة قلت لها يعني هي خدمت هذا الدور هذا كامل انهم يخرجوني على الزنقة. صافي ديك الساعة سمعتنا الوكيلة العامة الله يجازيها بالخير سمعتنا الأقوال ديالنا ثقتنا. صافي طلعوا قاضي التحقيق. صافي عاود وصلتنا نوبة قاضي التحقيق. عاود طلعنا عند قاضي التحقيق الله يجازيه بالخير استقبلني مزيان. دخلنا لعندو قال لي زعما شنو يعني جبرت عنده الملف ديالي شاف الملف ديالي عاودت له اللي كاين. قلت له انا سيت الناس تحرشوا بيا انا عندي وليداتي خصني نخدم على راسي وهذا. صافي جاوا قال لي سير بحالك احنا غادي نعيطوا لك. صافي عاود دخلوا هما قال لي احنا غادي نعيطوا لك ديك ساعتك ضروري تجي. صافي دخلوا هما بحالهم. صافي دابا كنستنى انا باقي كنستنى الجلسه ديالي. دابا هاد الوقت باش جات الناس في المحكمه دابا ما كملش شهر الواقعه كلها وقعت يلا شهر. دابا باقي ما كملاش شهر. لا ما كملاش شهر. واخا شنو الرساله اللي كتوجه؟ دابا انا الرساله اللي كنوجه للمسؤولين ان هاد الناس هادو يعني خصهم يحاربوا الفساد صراحه. هاد الشركه هادي كنوجه رساله للسيد الحموشي كنوجه الرساله ديالي للسي عبد اللطيف الحموشي يعني يفتح الملف يشوف هاد الشيء هذا هاد التحرش وهاد الشيء هذا يعني حتى لين غادي يوصل. يعني هما باقي تحرش تما واخا انا دعيتهم واخا عملت معاهم يعني وصلتهم من عند القضاء وهذا ولكن التحرش باقي تما كاين تحرش. وكنوجه الرساله ديالي لرئيس السلطه القضائيه وكنوجه الرساله ديالي لرئيس السلطه القضائيه عبد النباوي وكذلك كنوجه الرساله ديالي مولاي الحسن الداكي الله يجازيكم بالخير. ما تشوفوا الحال هاد الناس الديوانه. حنايا سيدنا عطانا نخدموا ما عطاناش اننا نمشيو يتحرشوا بينا خصهم يحترموا المراه. المهم كما كتشوفوا مشاهدي موقع ريحانه بريس هذه مراه نموذج ديال المراه المغربيه العفيفه الطاهره اللي رفضت انها تنصاع لهؤلاء الوحوش الادميه اللي كينهشوا في لحم المراه المغربيه. هي مرت الراجل رفضت انها تمشي معاهم في هذا الاتجاه ديالهم فتم التحرش بها وتم الطرد ديالها الطرد من 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 يعني من الشركه اللي كتخدم فيها لا لشيء لانها ارادت ان تكون عفيفه وان ان تكون طاهره. هذا المنبر من موقع ريحانه بريس مشاهدي الكرام كنتوجه بهذه الرسائل لكل من السيد عبد اللطيف الحموشي والسيد عبد النبوي والاستاذ مولاي الحسن الذكي رئيس النيابه العامه انه يصدر التعليمات ديالو للجهات في مدينه تطوان من اجل فتح تحقيق فيما يتعرضن له نساء المراه المغربيه بهذه المدينه خصوصا بهذه الشركه اللي ذكرتها السيده. واحد العدد كثير من النساء
رفضوا انهم يتحدثوا لنا واكدوا لنا انهم كيتعرضوا للتحرش كذلك، بل منهم من تم ممارسه الجسم معها بشكل قصري وعن طريق الضغط، فرفضوا انهم يتكلموا وخافوا على السمعه ديالهم لانهم عندهم رجال ديالهم وعندهم وليدات ديالهم. وحنا كنعرفوا ان المجتمع ديالنا مجتمع ذكوري لا يرحم المراه بتاتا، لذلك نتوجه بهذه الرساله من اجل فتح تحقيق ومن اجل الضرب على يد كل من سولت له نفسه ان يتحرش بالمراه المغربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.